ما تخش على المعسكر فجأة. احنا كنا ما تروح المعسكر تشوفه كده في الصور واللقطات تحس ان انت في مارينا طالع كده عايز تنزل البحر شويه وتستجم وتاخد شمس شويه وتاخد تان وبتاع. انا حسيت ان منتخب مصر رايحين كده يعني يصيفوا في روسيا، بس مع الفرق التصيف المره دي في روسيا. حس ان مفيش لا التزام ولا في معسكر محكم ولا في اجراءات اداريه صارمه. لا، كل اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، عايز يعمل في اوضته ويصور ويصور بالموبايل، يصور بكاميرا، وده ياخد من دوت وده بيزنس على يعني ده. يعني كل بتكلم على النظام بيقول لك ما كانش حد يقدر يوصل له. طيب ادي كبير. طيب انا عايز اسالك سؤال. هل انت الاهلي او الزمالك وانت يا كابتن عدلي واستاذ ابراهيم موجود؟ لا لا لا، يمكن يحصل ده. هل ممكن ان انت السفير عزمك قبل المباراه بيوم، وده سفير يعني ارض مصر، يعني السفاره دي ارض مصريه في نيجيريا، ارض مصريه في كينيا، في اوغندا، هل ممكن انك تتخيل ان الاهلي عنده ماتش بكره يروح يتعزم عند السفير او عاش بره او لعيبه هتقعد؟ هل ده ممكن تتخيله؟ ده نادي، لا طبعا، مش منتخب يحمل اسم 100 مليون. اهو ده كان بيحصل. ده انت ليله الماتش رايح معزوم عند رئيس دوله. لا والعالم كان قبلها بيومين. يعني هي الفكره فين يا دكتور؟ انت اوجدت الفريق في مناخ فاقد لاي انضباط. بالظبط كده.